السلامة ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من جو برو سيزون 2. الموضوع متاع اليوم غريب شوي. شو معناها تونسي كيفاش يخزر للعالم؟ معناها البلدان كيفاش وش عندهم وإحنا شنية الفكرة اللي عندنا عليهم؟ كيبدا واحد لابس مثلا قميص عباية كشتة ما نعرفش اسمها ما استحضروش خليجي ما عندناش راه بالحق راه ما سامحون رانا هكا ما عندناش راه في مخاخنا راه فما قطري فما اماراتي فما سعودي فما بحريني فما اردني فلسطيني ليه بالابيض خليجي خليجي حتى ابوه يبدا التونسي خارج من الجامعة لابس قميص بو خليجي وقتها ما يهموش والخليجي عند التونسي حاجة بركة بترول مثلا ما يمنش فما مهندس خليجي كوارجي خليجي خليجي نعرفه لا بترول فكرتنا خليجي يتعشى بترول يشرب بترول يحل السبالة بترول حتى كيربي قطوس يعطش القطوس يعطيه يشرب بترول يدوش بترول يعوم بترول كيبكي دموع بترول خليجي بترول غلط اما نعملوا فيه التونسي عموما والامن خصوصا نشوفوا كرهبة الماتريكول متاعها ليبيا فلوس معناها راه في الكهرباء عنده مليار ليبيا فلوس كيمو الفنان الليبي صديقي نحبه برش كلمه راجل كبير قال له نحبك تعاوني تعمل الخير كيمو قال والله يبارك على ذمتك نجي نغني وين تحبش تحب قالوا ليه راه بنتي باش تعرس قالوا على راسي وعيني نتجاهل عرسها ونغني لها قالوا ليه قالوا ناقص بتنوم وبتصلى وشويه من الزهاز حكايه فارغه جست ماكينه الصابون والفريجيدير وكان عندك معارف الصاله وتجي تغني هو صحيح كيمو ليبي اما والله نهارتها تسلف من عندي 2000 فرنك حبوا يرجعهم لمحال وهو ليبي اما فما ليبي يكون في مستقبله يكون قاعد يتعب باش يكون راهو ما يتولدش بمليار مثلا لا غلطه الحكايه غلط غلط حالنا وحالهم كيف كيف غلطه راهو فما ليبي مهندس ليبي كوارجي ليبيا في الاوروب ليبيا دي زوم دافير فما ليبي زاد محتحت كيمو محتحت مسكين بدا يشوف الدنيا طالب منه باش يعاون باش يعمل خير ب 200 مليون خير ب 200 مليون نعمل شر تكلف اقل استغفر الله العظيم يا ربي سامحني يا ربي سامحني لالجيري خوا خوا باز نحبوا بعضنا غادي من باز بزاف بزاف الحب اللي عندنا للتزيريه والتزيريه كيفاش يحبونا باش تبدل كرهبتك العجالي من تزير خطرة رخيصه من تزير جبن جبن التونسي فار يحب الجبن يسمع بيك ماشي لتزير ما يقولك جيب لي جبن ليه اسمع كل لونجاج اسمع كل منطق يقولك جيب لي عجله وهكا يحل هيلك ها نتاع رتبالك تجيب هذي لا وهكا يبدا يتمنى وعينيه تلق هكا نحب عجله عجله هكا عجله جبن جيب لي عجله جبن من تزير خطرة رخيص غادي الدخ هو دخان ايميتاسيون ماهوش صحيح ما نعرفش مانيش فاهمه مليح الموضوع ايميتاسيون على ما نحبوكم مسمينه دخان تزيري دخان تزيري اي الحب متاعنا كونترا ظهر لي مهما يكون المهم حب وربي خلينا لبعضنا خاوة خاوة تليفون ساعة ريت تزير الكترونيك الكترونيك ولد اختي لا مش كان ذيك احنا هكا راهو هكا هكا الله غالب الله غالب انت معلم واحنا المروك يا بابا على المروك محمد الخامس عندنا شارع اسمه محمد الخامس مش تعرف اللي يتقال كله كذب فما حب مع بعضنا تاريخ المغرب راهي مغرب لا تونسي اما في هذه انا منهم الله غالب ما نعرفش كيفاش المغرب تحكي لي حتى موضوع في بالك الخريطة الكل الخريطة تتمنى تهز تمشي فاكونس المروك الخريطة الكل الشعب الحل الوحيد بالشعب يتصلح هذا اللي في مخ التونسي المغرب حب بالحب يحلو السهر ربي خليكم لينا ونتمنى نجي للمغرب نتمنى ياسر نجيل يا حبيبتي يا مصر مصر ام الدنيا الفراعنه تاريخ بشريه ابو قلب فرعون مذكور في القران مش تحكي على مصر السادات مصر تونسي ما يهموش مصر حاجه برك الاهلي لولا وفي مخنا بصراحه عادل امام علي ربيع حلمي مكي كريم عبد العزيز كل الممثلين نحبهم لكن التونسي ليه فمش ممثلين في مصر تونسي 120 مليون ممثل في مخه يضحكوا زاده كوميديانات تونسي في باله مصر فيلم تروادي على ما يحب مصر يمشي جمعة غادي مستحيل ما يتكلمش مصري حضار ما نعرفه شيء ما تغشوش خاطر فينا نحن زادة اكتصر على تونس ما يعرف منها شيء مخنا كيكة تلك حدود الله مصر عند التونسي ضحك كان ضحك معناها عادي نبدأ في تونس يجيونا مساروة احنا مرحبا بيكم بلادكم هذي يبدأ يمشي في الشارع يعرضوه زوز مساروة يوقفوا ازايك باش عملي يقولوا تمام كويس تونس جميلة ضحكنا
ضحكنا عليه. وقفت عاد الإمام حلمي مكي لمبي ربيع المرغني ايش باش نسمي ليه ماهوش 120 مليون يضحكوا ليه يا ودي نهار تطمبش في يوم دافير مصري يا ودي السويرس عندهم عبيد مهمة وعبيد عادية كيفنا غلط الفكرة المصارى وما يضحكوش كهو لا يربحكم فضحتونا على كل نقعد نحبوكم احنا مصارى تاريخ كبير مصر ام الدنيا الاهرامات فراعنة السادات ربي يرحمه جمال عبد ناصر الثورات الله يا عم نمشي للي بعده سيجنا لبنان علينا سياجو لبنان الشهامة الشرق الأوسط لبنان الشطحة اللبنانية كل هكا تحس الله عند التونسي ليه لبنان وائل الكفوري شو بحبك لما بتحكي وائل الكفوري بيدو عدى الجيش عندك فنان تونسي عدى الجيش انت عندك والجيش بتاع لبنان عامين شو بحبك لما ذاك يشغل سلاح ويطيري عادي معدي جيش لبنان مش هيفا وهبي ليه هيفا لبنان مش نانسي كهو لبنان مش ليه لبنان راي حاجة أخرى جملة ماهيش تبولي كهو ليه كيفك شو بدك وماهيش ليه عندهم عبيد مهمة في لبنان وعندهم تاريخ كبير محبة كبيرة مع بعضنا الحمد لله يا ربي غلط نعود وناخذ البلدان بما فيها مش باللي في بخاخنا وجنرال مو هو التونسي مش كان هذوم العالم الكل كل بلاد نهزوا منها حاجة بركة ليه نهزوها الكل عليش تونسي يخزر العالم اكي خطر غمرنا مخزرنا لرويحنا بالصحيح خطر احنا بيتنا نقول على رويحنا تونس هي تونسي ايش عندنا تاريخ واللي هذوم يحبوا يزبلوه عندنا كرامة اي تونسي عنده كرامة عندنا مخاخ رجال ونسي دونك عارف كيفاش تغزل روحك بالصحيح واغزل شنو عندك مش شنو ناقصك تتولي تعرف تغزل للناس بالصحيح وفات الفيديو وعد ربي علينا